من قواعد السعادة في الحياة بل والنجاح ألا تنظر في أمور الدنيا إلى من هو أعلى منك، بل انظر إلى من هو أدنى منك، وفي أمور الطاعة انظر إلى من هو أعلى منك ولا تنظر إلى من هو أدنى منك، إن النظر في أمور الدنيا إلى الأدنى يجعلك شاكرا، وإن النظر في أمور الدين إلى من هو أدنى يجعلك لربما فاسقا، لأنك ستستسهل الذنب مقارنة بذنوب أهل الكبائر. فالقناعة كنز، والرضا نعيم، والسير إلى الله لا بد أن يكون سباق، فسابق مع المسابقين إلى جنات رب العالمين.